الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ممثلة مصر أمام العدل الدولية ياسمين موسى على أن إسرائيل تتخذ من سبب الدفاع عن النفس ذريعة لاستمرار عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وشددت ممثلة مصر أمام العدل الدولية على أن الاحتلال الإسرائيلي مقيد بقوة القانون بفرض أنه احتلال مؤقت ولا يحق له تغيير طبيعة الأرض التي يسيطر عليها. وأضافت أن مصر ترى أن الاحتلال وسياسة الأمر الواقع مسألة غير قانونية وغير شرعية، كما أنها تنتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن النظام الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بسبب الفشل التام لآليات السلم والأمن الخاصة به. جاء ذلك خلال كلمة شكري على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين. وأكد شكري أن النظام الدولي فشل في الحفاظ على مبادئه وأعرافه، حيث يتم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة في حرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 29,000 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال. في الوقت نفسه شدد شكري على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري برفح من شأنه تهجير أو نقل الفلسطينيين. وعلى هامش الفعاليات أيضا التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كما بحث شكري مع نظيره التركي هاكان فيدانا الأوضاع بقطاع غزة والملف الليبي والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار في السودان. كما بحث الجانبان تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر وتنويع مجالاتها. وصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد العشرات معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على رفح ودير البلح وخان يونس. يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية بعدة مناطق بقطاع غزة، كما أعلن الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت في مدينة إيلات ومحيطها جنوب إسرائيل. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قافلات المساعدات ويضع العراقيل أمام دخولها عبر معبر رفح. وأوضح الهلال الأحمر في بيان له أن نحو 400,000 فلسطيني مهددون بالموت جوعا في شمالي القطاع. ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي للتدخل وتكثيف المساعدات خاصة إلى مناطق شمالي قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي إنه دمر 7 صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تعزيز الأمن السبراني في مواني الولايات المتحدة. وينص المرسوم الذي أصدره بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للمواني، وتوظف المواني الأمريكية 31 مليون شخص وتساهم ب 5.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة. شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل تعمد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني. وتعمد الشمس في هذا التوقيت على وجه تمثال رمسيس الثاني يعني الإعلان عن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين في ظاهرة فلكية نادرة تحدث مرتين سنويا في 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.